يا مرحبا ومسهلا، اتفضل استريح. دام فضلك. وش هي مطالبك؟ يا مرحبا يا جارنا حي مليون، جيتك ابا اتزوج وانا داق هالباب. عندك بنية تسحر كل العيون، بسني وحيد عزوبي ما معي احباب. فاشل فاشل وما عندك شهادة ومديون، وحيدك من صغير صبيبا كذاب. بنتي مهرها غالي بكم مليون، وانت فقيرا ما معك شي لعاب. استودعك الله. حفظك الرحمن. ادفع حساب اليوم، كل يوم اعزمك يا الزطي تاكل وتشرب ببلاش. جالس تصور كل ما جيت اكلمك، ولو شفتني مشغول في الفون تنحاش. طالب كنافه وكيك غالي دبل ملك، وتدفع لي الكيمه وانا بالبستاش يا غشاش. حتى الفلافل امس من جيت اكلمك تقول عندي فيزا ما عندي لهم كاش. السلومه السلومه، بشرني وش احوالك؟ عسى ما شري الغالي، دعمتني وعورت نعالي، تشوف الشارع بعينك او اقوم وسطرك بعقالي. انا اسف وانا غلطان، كنت بعيونها سرحان، اشوف عيونها شارع وهذه عاده الخرفان. والله ما ودي بشوفتك، ولكن الحيه اجر، خلهم ينفعونك اللي تحسبهم ظهر. آه لا تضرب يدك، جرحي اللي منجبر ما رقدت، شفني بعينك من قبل أمس العصر. صح لسانك. آه صح بدنك، اجعل بدنك الكسر. بدون تشتعل واليوف نار، أدور في لقى حبك طريقة، أولع نار واستوي دونك شرار. حرقني الشوق ودموعي غريقة، تعالي ما معي قطعة غيار، بشغلك من اسلوبي امسيقة. ذبحني الشوق وانا كلي اغار عشانك، هي كل هالدنيا في حريقة. والحريقة يا الحبيب، والحريقة ما في حريقة. شو تسوي؟ انا اشعر. لا ابوك لا ابو الشعر مالك. لا أنا ربيع ياسين يوم الأيام كان يرد علي وانبوني، ها أرد عليه بعد في موقف من المواقف، وكتبت له القصيد. عيد اللي قلته أمانة، ما سمعت اللي تقوله، مرت بنص السوالف بنت من خلفك خجولة. الله يا الخجل. السلام عليك. عليكم السلام. طف ما شاء الله سمعت قصيد شاعر حق المتابعين. هي الغالي هاي قصيدتي. عيد اللي قلته أمانة، ما أعتقد والله، ما سمعت اللي تقوله. هذا أنت؟ ما يعني منو هذا؟ ما 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 قصيد وحالتك حاله وتصوير. ما 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 ما, ما اعتقد من جوجل خذيتها. صورني وحالتك لله. ليش ليش سمحت عقالي؟ لا ليش 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 لا انا اسف. هذا وانا دافع له ومعشلنا كبده بعد. اقول لك ترى قصيدتي عشيته كبده والله. قلت لي عزابي انا مرتاح بالي، اطرح في الوقت اللي ابغاه وارجع في الوقت اللي ابغاه، ولا حد يدق علي انت وينك، تعال ها روح جيب. على الاقل انا عندي حد يهتم فيني، يقول لي حياتي حبيبي يا شوكلت وينك، رد البيت انت ما عندك شيء. يا عم روح، انا افطر في المكان اللي انا ابغاه واتعشى في المكان اللي انا ابغاه، اكل بكيفي وبمزاجي. انا اقوم الصبح فطوري موجود، غداي موجود، عشاي موجود، انت يا حبيبي ما تدق سلم. انا مشتري راحت بالي يا حبيبي، ولا حد متضايق مني ولا متضايق من احد. عادي نتضايق دقيقه وثلاث ساعات احنا فرحانين، ورده وعشاء ومنة طيبة. يا حبيبي انا اكلم البنت اللي انا ابغاها، على الاقل انا بالحلال. ها الغالي شو فيك شو فيك؟ ايش في حبيبي؟ شباب انا طلقت. حبيبي الرفاعي هلا ابوي، صور نيساري الجديد 2016، خلي الناس تعيش. صور عليك، شوف يا جماعة الخير شوفوا، اقول لك بنتي الجديدة صورها، خلي الناس تعيش، انشر بكل مكان صور. ها شوف يا جماعة الخير، شوف ما شاء الله صحنا ما تشبهها، بس شوفوا الجمال. حبيبي الله يحفظك. اشتريت الايفون الجديد اكس ار، صور الدخله خلي الناس تعيش. صور صور شوفوا يا جماعة الخير، شوفوا التليفون الجديد على القرب شوفوا. اقول لك يلا قم نطلع في النسان مالك، خلنا نتمشى نصور. النسان سويت فيه حادثة، ما
ما شفت امين. تعال بنتك وين؟ طلعها يا اخي خلنا نستانس وياها شوي نصورها سناب. بنتي يا رباط صليب. الظاهر تليفونك بعد صاير في شيء. خبرني يا علي شو صاير فيك؟ الحسد يا اخوي، الحسد دمر الناس ودمر الافراد. الحسد كلمه صغيره لكن مشكله كبيره. اقول لك كابيدين، ايش رايك نصور ونخلي الناس تعيش؟ اثنين اقانق واحد شاورما مكسيكي. يا الحبيب توك ماكل مندي، خف على نفسك. يا خوف من نص ساعة ماكل انا خفيف بس خفيف. لو سمحت بدون خضرة الله يخليك. علي بس البقالة تبغى اجيب لك شيء؟ ابغى اخذ شيبس حلاوة كاكاو. الله يهديك مندي وبرجر والحين دكان، ارحم نفسك شوي ارحم. الله يهديك يا عمر، مندي وبرجر ودكان والحين سويت. شو فيك؟ خفيف ترى ما يأثر، شرك الجرب. لا لا عاد أنا متين ومسوي دايت. خفيف ما يأثر. ولا كيف شي صرت؟ مو منك، من اللقمة من اللقمة. ما عليك جم ثلاثة أيام كل هذا بيخوز. جم ألو قص المعدة عندكم كم؟ ما عليك قم قم عشيك على حسابي الحقهم. الغالي ثلاثة سموسة. لا 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 هلا أمي. حمزة وينك؟ جالس شوية تمشى. انزين رد البيت الحين ويجيب صمون وحليب. ان شاء الله ان شاء الله شويه جاي البيت. مع السلامة. يس الحمد لله. يا سلام سيداتي آنساتي سادتي، رحبوا معانا بأول شخص وبأول أم ما تدفن الخط على عيالها وتقول مع السلامة. ممكن أخوي حمزة تعبرنا عن هذا الشعور الجميل من نبع الحنان يوم قالت مع السلامة؟ صراحة ما أقدر أوصل شعوري، الحمد لله رب العالمين، هذا كله توفيق من الله عز وجل. دائما يقولون الثقة في الله نجاح. الله عليك الله عليك، وحابين نهدي للوالدة الجميلة لقيمات وسمبوسة على هذا الإنجاز الجميل. شكرا. شو حاب تقول حق الوالدة؟ أحب أقول أهديها أغنية أمي كم أهواها أشتاق لمرآها. خذلني التعبير سوري. ولا تبكي يا صغيري، دائما انظر نحو السماء حبيبي. أعطيك العافية. أنت عامل لأمك ما فلتش عليك السكة وقلتك مع السلامة؟ أيوة أنا. تعال عايز سيلفي لو سمحت. ما شاء الله ما شاء الله، مع هذه المشاعر الصادقة كان معنا حمزة، أم ما دفنت الخط فويه عيالها وقالت له مع السلامة. وفي هذا المنبر الجميل حابين نرسل رسالة لكل أمهات العالم، قولوا مع السلامة. تحياتي. ألو. هلا هلا أبوي. أزعجتني طالع في التلفزيون، وين صمون؟ أوكي الحين بجي صمون. يلا بجيب له صمون. يلا أبوك بعد. يلا تبوا تعرفون أنا ليش هني؟ يبالا طلعة. هلا أربع باب حساب، جيب باقي بس حبيبي. شكريا. خف اللحية شوي وسوي لها تحديد موسى. صراحة كوفي طيب. هلا هلا الوالد. هلا هلا ولدي. قبل ما تسلم شفت حد؟ قابلت حد؟ سلمت على أي حد؟ وين نطلع الوالد؟ كله قاعدين في البيت. خل أسلم عليك بعد. استهتارك وتجاهلك للقوانين والإجراءات الوقائية بالضر اللي تحبهم واللي حولك. نصيحة مني خلك في البيت.